علم الزميل الشهيد زهر الشرقاط جيدا حقيقة تنظيم الدولة المبنية على الخداع والغدر، فكان يأخذ حذره منهم ويتوخى الحيطة التي لم تسعفه في تفادي حادثة اغتياله برصاصة غادرة من الخلف لا يمكن تجنبها. وحتى قبل أن ينتقل إلى العمل الإعلامي، حينما كان قائدا لغرفة عمليات الراعي، كان يعلم بغدر التنظيم ورفض الدخول معه بمفاوضات. تواصلت مع بعض قادة المجموعات، قلت لهم لا تفاوض ولا وقف لإطلاق النار، لا تفاوض. جربناهم بكل المناطق، نقضوا العهود، نقضوا المواثيق. بعد أن رفضت التفاوض وأصر الشباب على التفاوض، استمرت المجموعة ذاتها بالتفاوض. للأسف أقول استمرت بالتفاوض، أقول للأسف تم إطلاق الأسرى، تم إطلاق الأسرى. وعندي فيديو إن شاء الله أقدمه لكم، أحد الأسرى الشيشانيين قد صورناه فيديو، ويوجد أيضا فيديوهات ثانية للأسرى وهم داخل الغرفة الطبية، النقطة الطبية عندنا، نعاملهم أحسن معاملة. للأسف تم إطلاق سراحهم. استمر التفاوض حتى أرسل رجل يقال عنه شرعي، وما أظنه يعرف من الشرع شيء، وقواد المجموعات موجودين، الشيخ أحمد فياض رحمه الله موجود، إسلام أحد قادة المجموعات من تل رفعت موجود رحمه الله، وعدد من الشباب كان موجودين، وفجر نفسه داخل غرفة العمليات. وعلى الصعيد الشخصي للزميل الشهيد زاهر، كثيرا ما تحدث عن رسائل شبه يومية تتوعده بالقتل، كما تحدث في تسجيل مصور عن محاولة اختطاف فاشلة على يد التنظيم. أكثر قصة صارت معي هو لما كنت أصور سواء في من الخنادق، برنامج من الخنادق وبرنامج تنظيم الدولة بلسان القادة. الشيء المميز من الخنادق أنه اللي كانوا عم صوروا لي شخصين مصورين من الخنادق كانوا عم يصوروا لي، يعني اثنين كان عندهم فكر داعش. فانا حينما كنت انام معا، نام سوا وكذا، فلما كنت انام معا كنت اتوجس منهم، يعني حذرا، لا اقول خيفه، ولكن كنت حذر جدا منهم، كنت اسمع عنهم لكن ما في اثبات. فلما كنت انام كنت الاقى من المسدس هذا الكلام ما بصير احكي. فلما كنت انام كنت القم المسدس واحطه تحت راسي تحت المخده وانام. فمحاوله اختطافي، لولا هني شافوني انه رايع على التصوير، كنت لابس طقم وقميص ابيض، يعني سمبتيك مبين، يعني مثل ما بقول بسكويتي. فانا ما بيعرفوا ممكن انا كنت اعمل بالعمل العسكري، كنت انا دائما لقم مسدسي كنت حطهم. فلما وقفت السياره ونزل بسلاحه مباشره، فمباشره انا رفعت عليه سلاح، فالمهم تراجع. ومعنا أعزائي المشاهدين عبر الهاتف من جنيف الصحفي السوري أحمد كامل والمستشار الإعلامي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات. أهلا بك أستاذ أحمد، بداية ما هو تعليقك على حادثة اغتيال الزميل الشهيد زهر شرقاط؟ والله مؤسفة للغاية، مؤلمة للغاية وفي غاية الخطورة، لأن الأمور تتكرر باستمرار وبدون رادع وتصيب أهداف يعني في الرأس. هذه إصابة لنا جميعا في الرأس، يعني من قتل شهيدنا استهدفنا جميعا، استهدفنا في حريتنا، استهدفنا في كرامتنا، استهدفنا في أعز ما نملك، في هدف ثورتنا، الحرية والكرامة. الحرية والكرامة هي ثورة الحرية والكرامة، وهم يستهدفون حريتنا وكرامتنا، يريدوننا أن نكون كما يريدون بالقوة. أستاذ أحمد، أنت من الصحفيين الذين التقوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد حصلتم على وعود بحماية الصحفيين السوريين في تركيا، برأيك كيف ستتم تلك الحماية ومتى؟ بصراحة نحن تحدثنا عن الحماية القانونية والحماية المهنية بالدرجة الأولى، أما حماية الشخصية حق الحياة فهو يعني كما قيل لنا، لأنه هذا حق مصان لكل الناس في تركيا بدون تمييز.
من حقك أن تعيش ومن حقك أن لا تتعرض للقتل، سواء كنت صحفيا أو كنت مواطنا عاديا. كل إنسان يدخل في تركيا يعني من حقه أن يحمى، وهو يحمى. ولكن هناك مشاكل في تركيا، هناك أعداد كبيرة كانت تتدفق بدون ضوابط إلى تركيا. يعني التدفق الكبير ل 3 ملايين شخص وفتح الحدود هو أدخل من دون شك كما قيل لنا جهات يعني لها أجندات خاصة بها وتريد لا تتردد في استخدام العنف. المقصود كان البيكيكي بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية تنظيم داعش. طيب أستاذ أحمد، تنظيم داعش تكلم أن من قام باغتيال الزميل زاهر هي مفرزة أمنية تابعة للتنظيم في عنتاب، ألا يشكل هذا تحدي للحكومة التركية؟ دون شك هو تحدي للحكومة التركية، وهم على وعي كامل بهذا الموضوع، وفهمنا منهم أنهم يبذلون كل ما يستطيع من جهد، ولكن الأمر كبير. الجهات التي تحاربها تركيا ليست قليلة. تركيا تحارب النظام السوري ومستهدفة من قبل النظام السوري، ومستهدفة من قبل تنظيم داعش، ومستهدفة من البيكيكي والمنظمات التابعة للبيكيكي، وانضمت إليها دولة عظمى وهي روسيا أيضا. فهؤلاء كثيرون في العدد، ويعني لا يتوانون عن ارتكاب أسوأ الجرائم بحق الإنسانية. ولذلك التحدي بالنسبة لتركيا كبير جدا، وقالوا بأنهم يبذلون كل جهد لكل إنسان يدخل الأراضي التركية، ولكن المسؤولية كبيرة والعبء ثقيل. شكرا لك، أشكرك جزيل الشكر من جنيف الصحفي السوري أحمد كامل، المستشار الإعلامي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات.